السلام عليكم أحبتي في الله، متابعي وزوار مدونة جديد، المواقع في درس جديد وحصري على قناتكم. اليوم بحول الله أتيتكم بمجموعة من الخدمات والمواقع التي تقدم خدمة الفي بي ان كأكثر أمانا وأسرع. بالنسبة لمجموعة من التطبيقات والخدمات التي تقدمها العديد من المواقع الأخرى، كي لا أطيل الشرح الكلام، أدعوكم أولا للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر الاشتراك أو صابوني أو سبسكرايب على حسب اللغة التي تدعوها في قناتك، كما أدعوك أيضا لتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد قناتنا. هذا الدرس وضعته بعد أن حقق الفيديو السابق على قناتنا، هو عن تطبيق 111 إقبالا كبيرا من طرف الجماهير الغير مشتركين بطبيعة الحال، أقل من المشتركين حسب إحصائية اليوتيوب، لكن لا علينا، المهم الاستفادة ولا يهم من يستفيد ومن أين هو. نبدأ مع أول موقع أو أول خدمة التي هي سبيد فيدي. هي خدمة سريعة وغنية عن التعريف، تدعم جميع المنصات سواء الاندرويد سواء على حساب او حاسوبك بمتصفح جوجل كروم وما الى ذلك. ايضا هي تجمع بين نقاط الانترنت الموجوده في منزلك سواء كانت 3G سلكيه او لاسلكيه وواي فاي وما الى ذلك من الشبكات، كما تشاهدون هنا من الريزو أعطاني إلى الواي فاي وما إلى ذلك. طريقة تحميل والاستفادة من هذه الخدمة هو الضغط على الداونلود بعد الولوج إلى الرابط الذي ستجده أسفل هذا الفيديو في الوصف. أيضا سيظهر لك نوع النظام الذي تريد تثبيت هذه الخدمة عليه، سواء ويندوز بنظام 7 وما إلى ذلك إلى أعلى، أو الماك لينكس، أو تطبيق على جوجل كروم من أندرويد 5 فما فوق، أو الإيوس من نظام 10 فما فوق. أدعوك أيضا لتثبيت إضافة أخرى على جوجل كروم، للأسف هذا لا يتوفر على العديد من المنصات، فقط على منصة جوجل كروم لمن يريد الاستفادة منه. أيضا هو خفيف وسريع جدا. كانت هذه الشركة من طلائع صنائع الفي بي ان لسنوات عديدة، حيث أنه يوفر طرازات متميزة ومتعددة، ولكن الإصدار مجاني مدعوم كما قلنا بإعلانات، فهذا ما فيه نقطة سوداء فقط بالإعلانات. وكما قلنا فهو يتوفر إلى جوجل كروم فقط. ننتقل وإياكم إلى الموقع الثالث الذي يدعى VPN Book. إذا هو غني عن التعريف لكن قليل من يعرفون كيفية الاستفادة منه. هذا الموقع يوفر لك خطتان أو خياران لعمل اتصالات. هناك خيار الـ PPTP وهو لا أقول أنه غير جيد، لكن يمكن اكتشاف الحكومات أنك تتصل منه وسيقومون بإلغاء هذه الخدمة، كما تشاهدون هنا جيرمان يو اس وما إلى ذلك. هنا اليوزر نيم والباسورد الخاص بك. ما المفيد فيه أيضا أنه لا يوجد فيه سجلات، أي أنت محمي ولن يتم بيع معلوماتك بعد تصفحك عن طريقه. أفضل خدمة أدعوك لتجربتها في هذا الموقع هي خدمة أوبن في بي ان، لكن يجب عليك تحميل هذه الحزمات إلى حاسوبك. اختر الحزمة التي تريد أو الخدمة السيرفر الذي تريده وتمتع باتصال مخفي وآمن من معلوماتك وما إلى ذلك. الموقع الرابع لهذا اليوم هو موقع يدعى ويندسكرايب. من واجهته يظهر بأنه خاص بالفي بي ان بطبيعة الحال، أيضا هو يدعم العديد من المنصات، فما عليك سوى الضغط على داونلود ويندسكرايب. يمكنك تثبيته على الويندوز
الماك، لينكس او جوجل كروم، على صفح اوبرا، فايرفوكس، ايوس، اندرويد، وكل كل شيء تريده. اذا هو تطبيق غاية في الروعة، ادعوك ايضا لتجربته، خصوصا لاصحاب العراق الذين يتصلون بي كثيرا بشان الفي بي ان وطريقة اللعب العاب في العراق وما الى ذلك. ننتقل واياكم الى الموقع الخامس لهذا اليوم، وهو هيدمي او اخفيني بالعربية. هيدمي هي خدمة وكيل ومقرها في ماليزيا، وتقدم خوادم مجانية لكندا وهولندا وسنغافورة. تدعم خدمة مجانية بالبي بي تي بي وال 2 تي بي والاي كي في 1 وما الى ذلك، اوبن في بي ان، والعديد والعديد من المميزات الاخرى. في منتصف عام 2015 اتخذت شركة قرار عدم الاحتفاظ بأي سجلات من منظور الخصوصية. هذه نقطة زائد تعطي نقطة إيجابية بالنسبة لهذه الخدمة، وهو ما سنبحث عنه في هذه الحلقات. إذ لم تكن هناك سجلات، فلا يوجد شيء يمكن للسلطات عديمي الضمير الاستيلاء عليه إذ كانت تحاول تعقبك عفواً. والمثير للاهتمام أن الشركة تنشر أيضا تقرير شفافي، حيث تسرد جميع السلطات التي طلبت منها هذه المعلومات. كما تشاهد هنا، يوفر نسخة مدفوعة 5.41 للشهر، ويمكنك التسجيل والحصول على نسخة مجانية في هذا الموقع أو في هذه الخدمة. إذن يمكنك عمله على جميع المنصات. سواء ويندوز، ماك، اندرويد، الايوس، امازون وما الى ذلك من الخدمات. ننتقل واياكم الى موقع او خدمة اخرى الخاصة بمتصفح اوبرا في بي ان. ايضا كما قلنا، هو جزء من متصفح اوبرا مجاني بطبيعة الحال. لا يوجد حدود لبيانات او اعلانات اقتحامية، لانه ياتي مع ثلاث ميزات رئيسية، هي عنوان اي بي مخفي، يستبدل البرنامج عنوان الاي بي الفعلي الخاص بك بعنوان اي بي افتراضي، مما يجعل هذا من الصعب على المواقع تتبعك. ايضا الغاء حظر جدران الحماية ومواقع الويب، ايضا حماية الواي فاي العام. للاسف في العام الماضي من ابريل لم يعد تطبيق اوبرا في بي ان يدعم الاندرويد والايوس، اذا فما عليك العمل فيه فقط على الحاسوب. ننتقل واياكم الى الموقع هوتست. أظن أن العديد من الأشخاص يعرفوا هذا الموقع، يعتبر نمبر 1 في الـ VPN. هناك نسختين مدفوعة وأخرى مجانية. تم تأسيس هوتس بوت شيلد من أنشور فري لسنوات عديدة، لا تزال واحدة من خدمات الـ VPN المجانية الأكثر شعبية بين المستخدمين. إنه غير مناسب للمستخدمين الذين يرغبون في إلغاء تأمين محتوى مقيد جغرافيا وكذلك تحسين خصوصيتهم. لا يوفر الإصدار المجاني سوى خوادم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، كما أن الوصول إلى خدمات مثل نتفليكس وهول وبي بي سي إي بلاي متاحة فقط لمستخدمين مميزين. إذا عليك أن تدفع للحصول على مميزات أعلى. في الأخير أردت وضع خدمة بوردون في بي ان، هي غير لم تعد مجانية للأسف، لكن تستاهل أنها لن تصبح مجانية. وكذلك ثمن الانضمام إليها منخفض جدا، كما تشاهد هنا 4 دولار
للشهر. يمكنك الاستفادة من كل شيء من كل الدول كما تشاهد هنا. دو ديفيرز سبيد عالي جدا و بي تو بي. هذه في الخدمة الابتدائية فقط وهي جيدة جدا. أنصحك أيضا إن كنت تملك بعض المال بالانضمام إلى خدمات بورتون في بي ان، أو أيضا هناك خدمة بورتون إيميل، أيضا هي خدمة جيدة ومحمية بطبيعة الحال. إلى هنا انتهت حلقتنا، نرجو أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.